السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اولاد، رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. فالفيديو هذا جماعة الخير جايبين لكم تجميعة اسطورية، تجميعة اللي بادي بعالم البي سي لكن بيبدا ميزانية شوي مرتفعة. برضو التجميعة تشغل لك كل الالعاب على 2K بدون اي مشاكل، فدعمونا بلايك سبسكرايب وشير، قربنا نوصل 10,000. واخليكم مع الفيديو. طيب يا جماعة الخير، عندنا أول شيء هنا i5-9400F من انتل، 6 أنوية و6 مسارات، معالج يعتبر من آخر جيل اللي نزلت، معالج جدا ممتاز وقيمته معقولة، ما هي قيمة غالية ولا هي رخيصة. برضو يجيك مع نفس المعالج هذا لأنه ما يجي غير قابل كسر السرعة، يجي معه مروحة زي هذه الستوك، تكون مروحة بسيطة جدا ممكن تغيرها بعدين مروحة ثانية. برضو عندنا هنا البي 360M بازوكا من MSI، مذربورد للجيمز، مذربورد صراحة بها كل جميع مداخل تحتاجها وقيمتها جدا معقولة، فيها مدخل RGB تدعم البرنامج RGB حق MSI، برضو فيها مدخلين PCIe، برضو فيها مدخل M.2، يعني تدعم جميع الأشياء. توزيع مراوح فيها جدا ممتاز، زي ما تشوفون هذه هي المذربورد، موجود قيمة بازوكا عندنا في اليسار، جميلة جدا صراحة شكلها، قيمتها اللي عجبني فيها جدا معقول، ما هي غالية بزيادة. هنا عندنا جماعة الخير كرت الشاشة من جيجا بايت 2060 سوبر، يجي مروحتين، برضو فيه الباك بليت مكتوب عليه جيجا بايت، وهذا هو يجي طبعا 8 جيجا بي رام، هو هذا الفرق بين السوبر والعادي صراحة، وقيمته معقولة جدا. وتبريده ما احتاج اتكلم عن التبريد لان شركة جيجا بايت يعني معروف تبريده، يعني ما هو الافضل ولا هو الاسوأ، يعتبر افضل من المنتصف وقيمته جدا معقولة. وحجم صراحة الكرت جدا معقول، له كبير وله صغير، لو كان عندك كيس شوي صغير راح يركب بدون مشاكل. هنا زي ما تشوفون الكرت راح يكون فيه 8 بن للباور سبلاي، وكلمة جيجا بايت على الباك بليت، وكلمة جيجا بايت على الجنب، ولا فيه انوار RGB للأسف. جاي مروحتين 120 ملي، حجمه معقول اشوفه. هنا عندنا الرامات من كورسير، جايب سرعة 3016 جيجا، صراحة حلوة جدا. طبعا تدعم او تركب على المذربورد هذه بدون اي مشاكل، وبرضه تدعم برنامج RGB حق MSI، فراح يعطيني شكل جدا جميل. هذه الالوان حقتها في الليل زي ما تشوفون، يعني شكلها مره رهيب صراحه، حتى عند الجنب صار فيها زي يعني زي البكسلز او شيء زي كذا، فصراحه شكلها جدا جميل. ومعروفه كورسير يعني جاي تصنيعها من المعدن، والالوان RGB حقها فيه تقريبا 15 مليون لون، فعندك خيارات كثيره. في عندنا هنا جماعة الخير الـ M.2 من HP اللي هي الـ EX900 250 جيجا، مو 256، طبعا هذا يكون عليها النظام عشان يكون في إقلاع في النظام بدون أي مشاكل، وأسرع من SSD العادي بثلاث مرات، وبرضه موجود على الجهاز هذا 1 تيرا من WD أو سيجيت عشان يكون التخزين للجهاز. هنا عندنا الباور سبلاي 600 واط من EVGA برونز إديشن، طبعا البرونز يفرق عن الجولد فقط في توفير الكهرباء، وبرضو صناعة المكثفات هنا عندنا في الاي في جي اي يابانية، فالامان عندك زي ما يقولون ان شاء الله 10 على 10. طبعا احنا نتكلم يا جماعة الخير عن التجميعة كاملة، بس باقي اخر شيء عندنا هو الكيس. الكيس من جيم ماكس الروك ستار، يجي ميد تاور زي ما تشوفون، فيه RGB، جاي للأسف في مروحة واحدة، ممكن تضيف عليها تقريبا ما يقارب 5 مراوح اضافية، لكن هو جاي فيه ستاندر مروحة واحدة لو قابلة للزيادة بعدين. زي ما تشوفون فيه 7 أنوار RGB، فيه مودات للRGB راح استعرضها لكم الآن. زي ما تشوفون هذا فيه المود اللي هو يسمونه البريثينج، اللي يطفى ويشتغل وتحكم فيه عن طريق الكيس برضو. هذا المود الثاني تغيير الألوان لكن بشكل تدريجي، صراحة أحب المود هذا، يعجبني أكثر من البريثينج. فيه ألوان عادية تحتاجها، فيه 7 ألوان تحتاجها، سواء يعني تاخذ يعني لون أحمر، أبيض، أخضر، أزرق، اللي تختاره أنت. صراحة الكيس في التنظيم يعتبر لا بأس به، ممتاز، وتصنيع معروف جيم ماكس، لا هي الأسوأ ولا هي الأفضل. وكيس بالأخير يعني أنا بالنسبة لي للتجميعات المتوسطة الكيس ما يفرق معي كثير، لأن التجميع زي ما يقولون متوسطة، ما راح تحتاج تبريد عالي. فإلى هنا جماعة الخير خلص الفيديو حقي، راح أوريكم بنشمارك على التجميع بإذن الله، أتمنى تدعموني عشان نوصل 10,000، ما بقى إلا 300 مشترك وإن شاء الله أنتم قدها. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله.
Soldado!